فانت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون وورى ابراهيم عليه الصلاه والسلام من باب المعارض من باب انه يريد ان يقيم عليهم الحجه فقال لهم الذي فعل هذا كبيرهم الاله على كتفي وفي يده أو القدوم على كتفي وعلى يده هو الذي فعل فإن كان آلها إلها حقا فليجاوبكم من الذي فعل هذا هل هو الذي فعل هذا لما غار من هذه الأصنام أم فعل هذا أحد غيره إن كان إلها حقا وهو كبيرهم فكيف بصغارهم الذين حطموا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال بل فعله كبيرهم هذا وهذا نقولنا في الحديث أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري وغيره أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكذب إلا ثلاث كذبات قوله إني سقيم وهذه هي الثانية بل فعله كبيرهم هذا طب قوله إني سقيم أي مريض إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل كان يقصد شيئا ويقول كلاما يفهم منه المستمع شيئا آخر لو بيسمى التورية أو المعاريض فقال إني سقيم أي قلبي سقيم من كفركم بالله سبحانه وتعالى وهذه الثانية بل فعله كبيرهم هذا على سبيل التنزل معهم في الحوار اثنتين في ذات الله وهي قول إني سقيم وهذه هي الثانية أما الثالثة فهي في سارة لما قال إنها انها اختي وستاتي معنا باذن الله قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ما قدامك اهو اسالوه ان كانوا ينطقون ان كانوا ينطقون اسالوه